how serious a crisis is this for Lebanon? What are the stakes for Lebanon at the moment? بالتأكيد المسألة خطرة جدا في لبنان وبالتالي ترى كيف يحصل الانهيار في المسألة الاقتصادية والمالية وكيف يعاني الناس من مسألة انخفاض قيمة العملة اللبنانية لا يمكن أن نقبل أن تستمر الأمور هكذا ولذا قلنا بكل وضوح يجب أن تتشكل الحكومة من أجل وقف هذا الانهيار والانحدار وللأسف هناك من يعمل على أن يضر بلبنان وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكل يومين ثلاثة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يصرح أنه لا يريد أن يرى حزب الله في الحكومة ولا يريد أن يرى حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية وحزب الله هو جزء من هذا الشعب فلتكف أمريكا تدخلاتها Now, Secretary Pompeo in the US, like the British government, regard your organization as a terrorist organization. That's why he says the things that he says. ما يهمنا كيف ينظر شعبنا إلينا. نحن بالنسبة إلى شعبنا كحزب الله نحن مقاومة حررت أرض تمثل الناس بشكل صحيح تعمل من أجل خدمات الناس ومصالح الناس ومستقبل الناس ولأن أمريكا وبريطانيا هم مع إسرائيل المحتلة المعتدية المجرمة هم يتخذون موقفا سياسيا يعارض حزب الله أن يصنفون إرهاب هذا لا يعني أنهم محقون نحن نعتبر أمريكا هي رأس الإرهاب في العالم لأنها لا تعدل ولأنها لا تنظر إلى مصالح الشعوب وكذلك بريطانيا You're part of a coalition led by Iran that faces off against Israel and by implication against the United States as well. Iran is in real trouble at the moment, isn't it? There are anti-Iran demonstrations in Iraq, there is feeling against Iran in this country, and there have been big demonstrations inside Iran itself. Your friends in Iran are in trouble, aren't they? أولاً نحن لا ننكر أننا جزء من محور تقوده إيران لأن إيران ترفع قضايا حقوق الشعوب وتدعم المقاومة وتؤمن بالعدالة وتؤمن بتحرير فلسطين هذا شرف بالنسبة إلينا أن نكون في هذا المحور الذي يسعى لمصلحة شعوب المنطقة أما أن تكون هناك مشاكل في داخل إيران بسبب قرار رفع أسعار البنزين فهذا شأن داخلي يتعلق بإيران صحيح أن المتظاهرين بدأوا مباشرة بالتكسير والحرق والتخريب وأصبح واضحا أن أمريكا ومن معها يشجعون هذا النوع من الأعمال لأنهم لا يريدون الاستقرار في داخل إيران Do problems in Lebanon and indeed problems for Iran mean good news for Israel and the United States? بالتأكيد كل فوضى في لبنان لمصلحة أمريكا وإسرائيل كل خطر على لبنان لمصلحة أمريكا وإسرائيل كل فتنة في لبنان هم بالأصل يكونون وراءها لأن الشعب اللبناني لا يريد فتن لا يريد اقتتال داخلي لا يريد مشاكل يريد حل مشاكله الاجتماعية والاقتصادية والمالية لكن هؤلاء يدخلون على مشاكله لأخذه إلى أماكن أخرى أنا أعتقد أن الشعب اللبناني واعي ولن نكون فيما يريدونه Now with your allies in Iran you have amassed an enormous arsenal of rockets and missiles, including guided missiles, that presumably you'd use in a war with Israel. Under what circumstances would you use that arsenal of weapons? نحن مقاومة نقوم بعملية دفاعية. إذا اعتدت إسرائيل علينا سنرد الاعتداء. وبالتالي ليس لدينا أفكار تتعلق بالمبادرة في مواجهة إسرائيل إنما لدينا تصميم وعزيمة أن نرد على إسرائيل إذا اعتدت بأقصى ما يمكن حتى نمنع اعتداءها ونمنعها من تحقيق أي انتصار أو أي إنجاز علينا قوتنا دفاعية وسنستمر بزيادتها ومزيد من إمكاناتها لأن إسرائيل لا تفهم إلا بهذه اللغة ولا ترتدع إلا إذا كنا أقوياء What if Israel or the US attacked Iran, attacked its nuclear facilities, would you then use your weapons against Israel?
لا أعلم ما الذي يمكن أن يحصل، لكن ما أعرفه أن أي عدوان بهذا المستوى يمكن أن يشعل المنطقة بأسرها، وعندها من يدخل على الخط ومن يقاتل، هذا أمر لا أستطيع أن أتصوره الآن، لكن ما أستطيع أن أؤكده أن أي خطر كبير بهذا المستوى في المنطقة قد يجعل المنطقة مشتعلة بأسرها، وسيتحمل من قام بالعدوان مسؤولية كبيرة وردود فعل كبيرة جدا. That sounds like a threat to me. والله تستطيع أن تفسر كما تريد، المسألة لا علاقة لها لا بتهديد ولا بعدم تهديد. نحن جماعة من حقنا أن ندافع عن أنفسنا في مواجهة إسرائيل، ومن حق أهل المنطقة أن يدافعوا عن أنفسهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي. Israel has got its own political problems at the moment. Do you think that the chances of a war with Israel have, say, in the last year, increased or decreased? تقديري أن الحرب مع إسرائيل مستبعدة في هذه المرحلة، ليس لأنه يوجد مشاكل سياسية في إسرائيل وإن كانت مؤثرة، لكن لأنه يوجد توازن ردع حقيقي بين إسرائيل وحزب الله وحماس والجهاد في فلسطين. توازن الردع هو الذي يؤثر في عدم وجود الحرب، لأنها غير مضمونة بنتائجها كما يتوقعون. Why did you fight for President Assad? Because many people, including many Syrians, regard him as a blood-soaked dictator. الشعب السوري كان إلى جانب الرئيس الأسد، ومن كان ضده تبين أنهم كانوا مأجورين، قاتلوا وجاءوا من 80 دولة في العالم وتحت لواء داعش والنصرة، وبالتالي هؤلاء التكفيريون كانوا يمولون من السعودية والإمارات وأمريكا والدول الأوروبية، إذن هؤلاء كانوا ضد النظام والشعب في سوريا. نحن قاتلنا إلى جانب النظام والشعب في سوريا الذي يريده الناس، والدليل على ذلك بعد 8 سنوات من الحرب الآن تعود الحياة طبيعية إلى كل القسم الذي حرره الرئيس بشار الأسد بالتعاون معنا ومع إيران. Now, you and your allies in Iran and others have helped create a status quo in the last 10 years or so that's been, I would say, that suited you, that's been good for your organization. But that's changing right now, isn't it? With the anti-Iranian demonstrations, with the economic problems you have here and the criticism you have here in Lebanon itself. Do you feel the ground moving underneath you? ما يحصل في لبنان هو ضد لبنان. ما تفعله أمريكا في لبنان هو ضد كل الشعب اللبناني. الجوع لا يعرف طائفة ولا مذهب، وبالتالي الأزمة المالية تشمل جميع الناس، لسنا نحن وحدنا المستهدفون في ذلك، بل كل الشعب اللبناني مستهدف. حتى ولو كان ما يريدونه هو ضربنا، لكن لن يستطيعوا ذلك. أنا أعتبر أننا في وضع معقول جداً، وأن النجاحات التي حققناها في السنوات الأخيرة من الانتصار على إسرائيل بتحرير جنوب لبنان، من الانتصار على داعش بتحرير شرق لبنان، كذلك من المساهمة بسوريا في تحرير سوريا، هذه إنجازات عظيمة تسجل لحزب الله ولمحور المقاومة، بالتأكيد يريدون معاقبتنا عليها، لكن نحن لا نعتبر أنهم نجحوا.